احمد سيف الاسلام نموذج مناضل مصري عظيم اعطى حياته كلها لقضايا الناس، الشعب المصري، لحقوقه وحرياته، حقه في العداله الاجتماعيه وحقه في حريات حقيقيه تحميه ولسياده قانون في دوله تحترم الانسان فيها. وهو واحد من فرسان العظماء اللي جيلنا في السبعينات، ظل على مبدأه وعلى إيمانه بالناس وضحى من أجل هذا الوطن بكل شيء. والعمر الطويل في مجال أحمد سيف الإسلام انتهى وهو شايف بارقة أمل عظيمة اتمثلت في 25 يناير واستكمالها في 30 يونيو، لأنها للأسف لم تكتمل. الحريات اللي طلبها بنفسه وعلمها الأجيال ومنها أولاده، دفع أولاده علاء وسناء تمن غيابها عن مصر الآن ورحل وهما في السجن. اللحظة ديت بنتمنى أن مصر تتمكن من أن تكمل ما بدأه وناضل من أجله هذا المناضل العظيم، وأن كل سجناء الرأي يتحرروا في هذا الوطن وكل الفقراء اللي دفع عنهم ينال حقوق. ربنا يعوض مصر عن الخير. كل علاء فتاح وسناء هذا، اعتقد ان مجيء علاء للجنازه والعزاء خطوه ايجابيه تستحق التحيه، لكن ما نطلبه ان يكون كل سجناء الراي ومنهم علاء عبد الفتاح احرار طلقاء بدون قانون للتظاهر مطعون في دستوريته في وطن يحترم حق التعبير عن الراي.